خمسة ثواني وكأن هذا الديكتاتور لم يعني. تحية سلطعونية ومرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا اليوم غادي نهضروا على واحد الديكتاتور سميتو نيكولاي تشاوشيسكو. اللي ما تعرفش نيكولاي تشاوشيسكو هذا كان واحد الديكتاتور او رئيس ديال رومانيا حكمها يعني بالنار والحال. هذا الديكتاتور يعني من السجن الى السلطة ومن السلطة الى الديكتاتورية ومن الديكتاتورية الى الاعدام الى القبر. هكذا كانت يعني نهايته على يدي الشعب الروماني. يعني الديكتاتور فجأة خلى يعني الحياة ديال يعني رد يعني الحياة ديال الشعب المغربي الشعب المغربي فعلا رد الحياة ديال الشعب الروماني جحيم. تصوروا معايا الشرطة السرية في ممشي إعلام كامل وجهوا لراسو ولو يعني تألهوه الزعيم العظيم القائد هو بوحده يعني مضوي البلاد عندي القائد العظيم يعني العبقري زمهني وكذا. تسمع يعني دعاية الإعلامية تدول بحال هادشي حتى سمعوا منه يعني واحد الديكتاتور خاطئ. تصوروا معايا بأن الشعب الروماني ما كانش قد يتمتم ولا يهمس غير بالسمية ديالو. شي واحد يهمس بالسمية ديالو تيوقفوا عليه في البلاصة الاعتقال والسجن ولا التعذيب. وأياك شي واحد يمشي غلط حتى في السمية ديالو ما ينطقهاش يعني كوغيك. اللي ينطق السمية ديالو يعني غلط حتى هو يعني تيتعرض يعني للتحقيقه ولا كان دار داك الشيء يعني عن قصد يتم سجنه وتعذيبه. أما إن كان غلط فيتم يعني شنقول لك ردعوه باش ما يعاودش يدير ديك الغلط. يعني تحولت يعني رومانيا الى جحيم بالنسبه للمواطنين. الناس ولات عايشه في واحد الخوف. وكيفاش يعني وصل هذا الديكتاتور للسلطه؟ هذا تصوروا كان مناضل في الحزب الشيوعي ولا حزب العمال في رومانيا. وكان يعني هو طفل عنده 15 عام اول مره فاش تعتقل بسبب يعني النشاط ديالو السياسي ضد النظام الحاكم انذاك قبل ما يطلعوا يعني الحزب الشيوعي قبل يعني ما ينتصر الاتحاد السوفيتي او الجيش الاحمر على الالمان في الجبهه الشرقيه اللي هي يعني دول المحور الشرقي اللي هي يعني دول شرق اوروبا اللي هي استونيا ليتوانيا روسيا البيضاء اوكرانيا ومولدوفا. وبالطبع هنا تنلو حنايا على الدوله رومانيا. رانا الاتحاد السوفيتي فاش ربح يعني الحرب دعم يعني الاحزاب الشيوعيه باش انها تطلع بالحرب سواء قبلت سواء ما قبلت سواء ان يعني الاتحاد السوفيتي في بعض الحالات انه قد يستعمل حتى القوه باش يطلع يعني واحد الحزب شيوعي للحرب. راه ما عليناش السيدي وصل هذا السيد هذا السلطة. كان عنده واحد صديق هذيك الساعة سميتو جورجيو اللي كان هو يعني الرئيس أو الأمين العام لحزب العمال الروماني. وكان ولاد تشاوشيسكو هذا يعني يدو اليمنى شي شوية توفى الآخر هذا ناض خدا بلاصتو. ناضو يعني في الأول ما كانش يعني هو شي زعيم بارز في الحزب ولا شي حاجة كان إنسان عادي ولكن بسبب يعني الاختلاف ديال المكتب السياسي يعني كل شيء كان بغي هذاك المنصب ديال الامين عام ديال الحزب شافوا كلهم يعني اتفقوا على نيكولاي تشاوشيسكو وطلعوا يعني للحب طلعوا باش يكون هو يعني رئيس ديال طلع السيدي نجحوا في انتخابات ولا هو يعني الرئيس ديال البلاد وبدل يعني الاسم ديال الدولة ردو يعني الجمهورية الاشتراكية الرومانية. ومن بعد هادشي هذا يعني بزاف ديال السلطات ولات عندو في يديه يعني بدا تيبني الديكتاتورية ديالو وخصوصا يعني حتى القرارات اللي تاخدها يعني سياسيا يعني على السياسة ديالو الخارجية انه كان وقف يعني ضد الاتحاد السوفيتي فاش اجتاح يعني الدولة ديال تشيكوسلوفاكيا. ناض هو دار واحد البيان ودار واحد الخطاب بانه تيندد بهذا الاجتياح ديال الاتحاد السوفيتي لتشيكوسلوفاكيا وانه غير مقبول ومرفوض وهادي يعني مما يعني خلى الشعب انه ينبهر ويقول واه كيفاش هاد السيد هذا يعني وقف ضد الاتحاد السوفيتي ما يمكن. هادشي هذا يعني صنع منه واحد البطل شعبي ولا يعني المواطن الروماني انذاك كان تيشعر بالفخر ان عنده واحد رئيس ما نبطحش يعني الاتحاد السوفيتي وما مشاش يعني ما مشاش يعني عنق يعني المربع الغربي. أرى
موراها الشعب والتي حس بدا والتي حس بان عنده واحد رئيس عظيم وزعيم عظيم وان والتي حس بان روماني ولات ترجع يعني العهد ديالها فاش كانت يعني واحد الامبراطوريه عظمى هكا ما عليناش. هو فاش جرفع يعني هاد الشعارات القوميه والعدل والمساواه والحقوق وكذا رفع جميع هاد الشعارات وكان هادشي كامل غادي يتبخر نظرا لانه يعني في الخارج يعني حقق واحد انتصارات سياسيه واللي خلى يعني الشعب انه يفتخر به في السياسه ديالو الخارجيه انه ما انبطحش الاتحاد السوفيتي وما مشاش يعني للحضن ديال المربع الغربي تخوي دافي صفولي كذا يعني دابا وصلنا واحد التفوق سياسي خصو يصنع واحد التفوق يعني اقتصادي ولكن هو تيحكم يعني افقر دوله في اوروبا كيفاش يدير هادشي هذا ما هذا السيدي مشى تيكريدي في الخارج تياخذ يعني القروض خدا القروض فعلا يعني بنى بعض المشاريع وطور بعض المصانع يعني وجه يعني جزء كبير من هذيك القروض وجهه يعني سميتو النشاط الزراعي في رومانيا لان رومانيا تتعتمد يعني على النشاط الزراعي يعني primarily هي الاجريكولتشر هي اللي تعتمد عليها يعني في رومانيا ارى الناس دي مورا هادشي هذا ولا تيحس يعني الشعب الروماني بشويه ديال الرخاء شويه ديال الراحه وهذا فهمتي ولا يعني العجله ديال الاقتصاد بدات تدور وكذا أرى أن مور هاد الشيء الخوز ما يبقى تشي واحد يقد انتقد شاوشيسكو لو يعني تي ولا دي واحد دعاية إعلامية تي عظم فراسو ولا تيجيب يعني مثقفين وشعراء تسمعوا له ألقاب تسمعوا الزعيم العبقري يعني عبقري زماني يعني القائد العظيم المبجل المقدس فهمتي كما أنا يعني مولفين تسمعوا الشيء هذا في الإعلام المخزني ديال المغربية وبدوزي المهم من مور هاد الشيء هذا غادي تبدا يعني البدايه النهايه ديال الديكتاتور ولا يعني الشعب الروماني تعيش في واحد الخوف واحد الرعب ما كاينش اللي قد انت واللي انتقدوا السجن التعذيب والسجن ولا يعني حاط يعني على كل حي تلقى يعني مالي عامر بالجواسيس حتى ان الشعب الروماني وصلوا لواحد الدرجه ديال انهم الاخ مابقاش تيثق في الاخ ديالو عائله وحده ولاو تيخافوا من بعضياتهم اللي يقولوا شي حاجه يعني صلح واحد عدم ثقه فعني في الشعب ديال ولا شي خايف من شي خايف اللي يقول شي حاجه يمشي هذاك يوصلها يعني الجواسيس ويجيو يعتقلوا يعني الاجهزه ديال التليفونات كانوا يعني مراقبين يعني كان الشعب يعني تعيش في واحد الجحيم مراقب يعني 24/24 تماما بحال المغرب لانه هو ماشي مشكل دار جواسيس هو دار جواسيس على جواسيس فهمتي وكان عنده واحد النظام تيقول له سيكوريتي النظام ديال سيكوريتي نظام ديال سيكوريتي هو النظام واحد النظام يعني ديال البوليس السري صنعوه بحال نقول المخابرات صنعوه هاد تشاوشيسكو هذا باش يراقب به يعني المعارضين ديالو لا واصلا ما كانش عنده معارضه كلشي كان ساهل لا واخا الناس كانوا يعني تيعارضوا وما تيحملوش كان داك الشيء يعني في السر يعني في الجهر ما يمكنش شي واحد يهجر بها يجهر بها يعني في العالم يعني السجن تيتسنى يعني الشعب الروماني يعني ضاق الويلات في حكم هذا ولكن ماشي هذا السبب اللي غادي يخلي يعني الشعب الروماني انه يتر ارنا سيدي بسبب يعني الديون على البلاد ولات يعني الفوائد ديال الديون ولات تزيد ولا تزيد يعني الديون ديال البلاد ولا تزيد الفوائد ديال الديون ولا تزيد شنو دار هو دابا خصو ضروري يسدد هذيك الديون لان حتى الاستيراد ولا تمنع ما بقاش يعني الدوله الرومانيه تستورد من الخارج وعلاش وصل لهذا الشيء هذا حيت كان واحد النهار مشى يعني لندن في واحد الزياره رسميه وكان بغى يدير واحد الصفقه ديال الطائرات وهاد الصفقه ديال الطائرات هو اصلا ما عندوش فلوس ولكن هو تم يعني علم بانه غادي يدفع يعني الفلوس ديالها هو الشعب قال مين جاب الفلوس هذا والشعب تعيش يعني تقشف ولكن غادي يزيدوا يعيشوا يعني في التقشف شنو دار السيدي جا يعني حول يعني هذوك المنتوجات لان كما قلنا رومانيا تعتمد على الزراعه لانه بلد زراعي وجه يعني كاع جميع هذيك المحصولات
المحصول الزراعي ديال اوكرانيا والجوع يعني الخارج. رانا سيدي الشعب ما بقاش يلقى ما يكني تصور يعني مظاهر الجوع والفقر ولا 18 بكثرة في رومانيا. واللي غادي يزيد يعني فرق على الرومانا هو انه ناض في هذه الوقيتة هذه اللي فرض على الشعب التقشف ما تيبني في واحد القصر ميتو قصر الشعب اللي يعني تيسوى اللي كلف يعني الدولة جوج ديال المليار ديال الدولار. جوج ديال المليار دولار استرليني يعني نسمح لي جوج ديال المليار جيني استرليني جوج ديال المليار. والشعب ده تيشوف كيفاش يعني ولا تيشوف الشعب يعني مظاهر التقشف مفروض عليه هو بينما هنا الناس اللي تيحكموا ما مفروض عليهم والو تيعيشوا الحياة ديالهم يعني نورمال طبيعيا كلا تقشف له فين هو التقشف. يعني الشعب الروماني ولا تيشوف يعني التناقضات ديال الحاكم شنو يدير سيدي واللي غادي يزيد يعني فرق على الرومانا ان كان واحد القسم سميتو ألسو ولا سميت اللي هو يعني واحد القسم سميتو لازلو توكس لانه تعقد يعني المعامله اللي تتعامل بها النظام مع الناس ديال المجر المجنسي. السيدي هاد خاين هذا هاد القصه هذا ما تحدى يعني تشاوسيسكو مرضى لان القضيه خرجت للعموم حتى يعني المجلس الكنائس العالمي صيفط واحد البرقيه تيطلب يعني من رئيس الديكتاتور تشاوسيسكو باش انا صافي يخلي يعني القس فين كاين لانه هو دابا فاش انتقد يعني السياسه ديال الدوله هاد القيس ناض هاد تشاوسيسكو بغا يحولو قال لي ما تبقاش ما غادي نحولوك لهنا ما تبقاش تما بحال دير مثلا وزاره العوقه ماشي فقيه ولا شي رانا مع هو عزيز على السكان ما بغاش يعني السكان رفضوا هاد القرار ديال انه تحويل ديال شنو داروا السيدي ناضوا فاش ناض جاو البوليس واحد النهار واحد الصباح باش انهم يهزوا هاد باش يعتقلوا يعني ولا يحولوا يعني هاد القصه هذا من هذيك المدينه ديال مشوارة اللي كان في رومانيا يحولوه المدينة يحولوه جاء يعني قرار تحويل جات الشرطة باش تعتقلوا ساعة السكان ديال المنطقة منعوهم وناط يعني الشرطة طلقت يعني تيرات فيهم أطلقت نار على المتظاهرين وقتلت تقريبا شي 39 شخص وتجرحوا بزاف مئات ديال الناس اللي جرحوا. السيدي من تما غادي يبدا يعني البداية النهاية لهذا الديكتاتور صوروا معي وبدات الاحتجاجات تمايا شوية يعني الناس بدأوا تخرجوا يعني في بوخارست يعني تطالبوا يعني بمحاكمة القتلة اللي قتلوا يعني هذوك الناس في تيمشوارة. أرى الناس دي الديكتاتور ما تصنتش لهم شنو دار طلب مراته اللي هي إلين هذه واحد ديكتاتورية هي زيد عليه لأنها كانت متحكمة فيه وكانت هي أصلا تقولوا تتحكم يعني في السياسة الداخلية والخارجية دي اللي عن طريق يعني تشاوسيسكو لأن تشاوسيسكو في الأيام دي الأخيرة للسنوات الأخيرة كان مريض كان فيه مرض كبد ولا سرطان الكبد على ما اعرف. ناض سيدي ناض الشرطة طلقات يعني هاد الأجهزة الأمنية السرية ديال اللي الولاء ديالها تشاوسيسكو ناضت يعني طلقات النار على المتظاهرين تقريبا طاح شي 1400 وشي حاجة ديال الناس اللي تقتلوا في ذاك النار ولا في ذاك الأسبوع ديال الاحتجاج. والديكتاتور شي شوية جا الخوت راه جاو تيسولوه قالوا لي زعما راه هاد الناس يعني بعض الناس تيسولوه في التلفازة قالوا لي واش ما فما هاد الاحتجاجات هادي طور قالو ماشي التغيير في رومانيا ما عمر يوقع واخا يتحول اي تغيير غادي يوقع يعني في رومانيا في حاله الى تحول يعني اش نقول لك شتي سمي قال لي البلاط يتحول لشريحه عاد باش ربما تغيروا يعني تيقولها يعني بهاد العنجهيه هادي وبهاد الثقه في النفس بانه يعني غادي يوقع يعني السيدي ودار يعني موراها استخدم يعني تشاوسيسكو واحد الاسلوب قديم باش يزين يعني الوجه ديالو القبيح. شنو دار جمع واحد الناس من الحزب ديالو ديال العمال جمعهم ووقفهم قدام القصر باش يوري يعني الناس باننا راه باقي يعني في السلطه والقوه غادي وناض تيخطب عليهم وكانوا شي وحدين تيصفقوا ليه بينما بدات تطلع يعني اصوات ديال ارحال 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 فهمتي قاتل قاتل فهمتي وكلما جا يعني هضر غادي تشوفوا يعني الفيديو كلما بغى يهضر الا تيحبسوه تخليوه شي كم حتى هني جن السيد الله يرحمه ما يعني استصدق ما كملش يعني الخطاب ديالو وفي هذيك الوقيته غادي يهجم الشعب على القصر وغادي يعني يستولي على بزاف ديال الوثائق السريه ويستولي على بزاف ديال المظاهر البضخ اللي شافوا في هذاك القصر وكذا. هو تشاوسيسكو مراتو غادي يهزو يعني في هليكوبتر غادي يطيروا بهم
ديالهم غادي يقول لي يعني البيلوت راه تسالنا ليسانس يعني ما كاينش راه خصني ضروري نهبط بالطائره وربما هي كذبه هادي نزل يعني الطائره في واحد العروبيه في رومانيا يعني هليكوبتر نزلات هرب يعني الحرس ديالو الخاص والبيلوت كلشي هرب وبقى يعني تشاوسيسكو مراتو حتى يعني شدوهم الجيش شدوهم بعض الجنود من الجيش وشي مزارعين في رومانيا وسلموهم يعني لجهاز الشرطه واعتقلوهم من بعد يعني 4 ايام تم يعني اعتقال تشاوسيسكو من بعد 4 ايام غادي يدوزوا يعني في واحد المحاكمه وهذه المحاكمه هي اللي قلت لكم هي اللي كنت وريتكم يعني الفيديو في الاول يعني اسرع محاكمه في التاريخ ديكتاتور خدات يعني 90 دقيقه ساعه ونص حكموا عليه بالاعدام ويعني بالقتل ماشي حكموا عليه غير في ديك اللحظه في ديك الوقيته فاش ناضت يعني المظاهرات وكانت يعني القتل وهذه المظاهر ديال القتل وديك الشيء لا حكموا عليه من بدا الحكم يعني الاول اللي شفر كلشي يعني قالوا لي تامو يعني حكموا عليه بانه متهم بالخيانه العظمى وبقتل الشعب الروماني يعني يعني تهديد الشعب الروماني وبإدلال الشعب الروماني وكذا سيدي اش نقول لكم في هذا الفيديو هذا راه غادي تشوفوا يعني كيفاش عاملوا الحاره يعني تصور معي ديكتاتور شوف اخويا ديكتاتور شوف اخويا ديكتاتور اخي كان تيخلع الشعب ديالو كان مضطهد الشعب ديالو عيش الشعب ديالو في الخوف عيش الشعب ديالو في القهره في الجوع فهمتي فرض على الشعب ديالو واحد الواقع ديال القمع واللي هدر لي دوا ياكل الدوا فهمتيني ويعني وخلف كل دوار وفي كل حي وفي كل حومه حط يعني اجهزه ديال البوليس السري حاضرين عوض الله فهمتي شنو نقولوا تيتجسس يعني على المكالمات ديالهم تصوروا معايا وصل الحال حتى لان الناس فاش كانت تهضر بعض المرات في التليفون وتتقول هي شي حاجه على نيكولاي تشاوشيسكو تتحبس المكالمه وتطلع واحد الصوت ديال البوليس السري تقول لهم هادشي اللي تتقولوا راه تنسجلوا فيه فهمتي لا قال شي كلمه على نيكولاي تشاوشيسكو حتى ولا يعني الشعب ماشي بقوة يعني ذاك الخوف وذاك القهر اللي يعيشوا فيه زائد يعني تفقير اللي مارسوا عليه والتهجير يعني القسري اللي واجهوا يعني الشعب الروماني واللي عاش فيه الشعب الروماني الأخير كانت هكذا يعني عاملوا الرئيس يعني شوف مرات تغوت تقول لهم أنا وطني أنا كذا أنا فعلت أنا ضحيت أنا درت هذه وما زلت يهضر وما زلت يزيد في الكذوب ولو أنه يعني في محاكم هذا الجندي اللي جا تشوفوه هنايا في هذا الفيديو هذا راه تيبكي علاش لأنه اش نقول لك جا يعني تصور بين ليلة وضحى رئيس ديكتاتوري كان يتلاعب بمصير الشعب أصبح يعني مثل الكلب يعامل يعني مازال الكلب عنده قيمة ما يديرش هاد الجرائم يعني ولا يعني ولا كأنه لا شيء هو وزوجته تصوروا معايا غادي نوضوا يعني يحكموا عليهم نطق الحكم كما تنشوفوا نوضوا يعني غادي يكبلوا لهم يعني يديهم وغادي يخرجهم على برا ومازال مرتوسة تغوت تقول لهم ما عرفتوني شكون أنا ما كاينش اللي قد عليا ما كاينش اللي قد لا بنتي صافي لقد فات الأوان باش تيبغي الشعب يتور راه ما تينفعوش يعني لا هذيك الدعايه الاعلاميه اللي تتكون صنعتيها هي الديكتاتور ما تينفعك لا بوليس سري ولا داك الحراس يعني اللي حاطو يعني مقابل لك يعني وتيحميك من الشعب ما كاينش اللي غادي يحميك من الشعب ديك تعلموا انت انها البدايه النهايه هي فاش يبدا الديكتاتور يصاب يعني فاش يتصاب يعني الديكتاتور بجنون العظمه فيبداو يعني في ضرب يعني الشعب وضرب قيم الشعب وإدلال الشعب وكذا وكذا نهاية الديكتاتور شوفوا النهاية خرجوهم على برا الجنود اللي كانوا يعني تحميوهم وما اللي غادي يتيروا فيه لاش لأن تطبيق القانون من ثم تبدأ يعني دولة الحق والقانون حطوهم على برا تيروا فيهم بق 5 ثواني وكأن هذا الديكتاتور لم يكن يعني وبزاف ديال الناس اللي تقتلوا واللي ضاع المستقبل ديالهم المستقبل ديال بنادهم والناس اللي تنفاو والناس اللي تقمعوا والناس اللي تعتقلوا والناس اللي ضاعوا يعني في اولادهم يعني هذا الاعدام شفى الغليل ديالهم وهذه رساله لمن يهمه الله راه واخا يسحبك ولدي توصل للسماء وطير وتقول انا عظيم تقول انا مقدس انا منزه انا عندي الاجهزه ديالي انا عندي الدعايه ديالي النهايه غادي تحيه سلطه عونيه